تنحدر الأميرة لالا لطيفة أم حزونة، أم الملك محمد السادس، والأميرة مولاي رشيد، والأميرات لالا حسنة، لالا أسماء، ولالا مريم، من منطقة زيان الأمازيغية بوسط المملكة، وهي بنت أحد كبار شيخ قبيلة زيان. وقد كانت الأميرة لالا لطيفة تحمل اسم فاطمة حمو، لكنها دعيت باسم لطيفة تجنبا للخلط مع الزوجة الأولى للملك الراحل الحسن الثاني، وهي لالا فاطمة أمهروق بنت القائد أمهروق. وللأميرة شقيقتان أمينة وحفصة، اللتان تعيشان رفقة باقي عائلة أمحزونة بمنطقة الأطلس المتوسط، وتحديدا بعروس الأطلس مدينة خنيفرة. والصورة الوحيدة الرسمية التي ظهرت فيها الأميرة لالا لطيفة التقطت لها خلال حفل زفاف ابنتها الأميرة لالا حسناء، بحيث لم تظهر في أي صورة ملكية بعد ذلك، فيما استعصى على الصحافة المغربية التي بدت تهتم كثيرا بالأميرة لالا لطيفة الحصول على أي صورة تظهرها بشكل واضح. لالا لطيفة المولودة في عام 1946 دخلت إلى القصر الملكي في البداية رفقة إحدى بنات عمها، غير أن الحظ سيبتسم لها وسيفتح أمامها أبواب القصر الكبيرة حين استطاعت أن تثير بجاذبية شخصيتها القوية الملك الحسن الثاني، فاختارها لتكون زوجة له وأم لأبنائه، بالرغم من أنها لم تكن أجمل من ابنة عمها أو أجمل من باقي النساء الحريم اللواتي كان يغمرن مقصورات القصر الملكي ونذرن أنفسهن للملك الراحل الحسن الثاني، حيث لم يكن من حقهن الإنجاب أو مغادرة القصر الملكي. والأميرة لالا لطيفة الآن امرأة في عقدها السادس، لا تزال تحتفظ بالكثير من مقومات جمال الأطلس المتوسط. تنتقل بين مراكش وباريس، يدير أعمالها مدير الحرس الخاص للراحل الحسن الثاني الحاج المديوري، الذي لا يزال محط ثقة الأسرة الملكية. هي الملكة الأم كما يحلو للصحافة الأجنبية التي تتبع خطواتها في باريس وصفها، وهي أم محمد السادس الذي تجمعه بها أحاسيس مرهفة وعلاقة تتجاوز الأمومة، في علاقة عصية على الفهم وجزء من معادلتها معقدة. التأرجح بين شخصيتي داهية الحسن الثاني القاسية وأمي ولي العهد التي ولجت القصر وعمرها لا يتعدى 14 ربيعا، فدخلت عالما ظل غارقا في التمثلات والاستهامات والتخيلات من وحي الليالي ألف ليلة وليلة. ورغم غيابها الرسمي، فقد أفرد الملك محمد السادس في أحد حواراته التي تعد على رؤوس الأصابع حيزا مهما وهو يحن إليها: أنا شديد الارتباط بوالدتي وشقيقي وشقيقاتي الثلاثة، أنا نفسي نصف أمازيغية، وسيكون إذا من قبيل التنمر من ثقافتي وأصولي إن لم أفعل ذلك. أنا مع الأسف لا أتحدث بالأمازيغية لأنها لم تكن ضمن القرار الدراسي الذي تعلمته، ولكن إنما تمكن من إيجاد وقت كافي لتعلمها من المغرب في دارها الفرنسية سنة 2005، ومن وراء
حيث لم يظهر لها أثر بعد وفاة الحسنة الثانية رغم الظهور المتواتر لنساء القصر والظهور العلنية لأول مرة لزوجة أحد الملوك العلويين في شخص لالة سلمى ومنحها لقب الأميرة.